اخترنا أن نكون في الصف الثاني ولا نكون في الصف الأول عن سابق قصد في هذا الأمر. وأنا من الآن وإلى فترة طويلة من الزمن لا أعتقد أن الشعب السوري اليوم إذا أعطي حرية الاختيار، حرية الاختيار الحقيقي، سوف يختار علوي. هل ما زال التنافس موجوداً الحموي الحلبي داخل الجماعة؟ أعتقد هذا انتهى من زمان، ولكن من بعد الثورة أصبح لنا وجود موجود على الأرض في الشمال المحرر طبعاً. المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا الدكتور محمد حكمة وليد في لقاء خاص على تلفزيون سوريا.